السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ايمان من قناه شيوات ايمان ام امين، وفي الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هاد التورته اللي كتشوفوا دابا، اللي شكل ديالها زوين بزاف. غادي نشوفوها بجميع ديال المراحل، كما كتشوفوا الحلوات ديالها بجوجهم عاليين، يعني التغليف ديالهم بالعجينه السكر كيكون صعيب، فغادي نوريكم طريقه سهله وعمليه اللي غادي تعاونكم باش تغلفوا الحلاوي هكذا العاليين. فإلى عجبتكم هذا الفيديو بحال ديما ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك، تخليو لي تعليقاتكم وتبارطاجيوها مع احبابكم مع صحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ونخليكم مع بقيه الفيديو. نتمنى لكم فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نحضروا هذاك التاج اللي ساهل بزاف، ما نحتاجوا له لا مول لا والو. غنحتاجوا العجينه ديال السكر اللي كنضيفوا ليها اكيد البودره ديال السي ام سي باش كتوقفها لنا، يعني مستحيل تصايبوا هكذا التاج او لا شي شكل بالعجينه ديال السكر بلا بودره ديال السي ام سي، راه ما غاديش يوقف لكم من بعد، اولا كيخصو فريمون مده طويله باش العجينه ديال السكر تماسك وتقدر توقف. كنحاول دائما نلون العجينه ديالي فاش كنبغي نصبغها مثلا بالذهبي، كنلونها باللون اصفر باش كيسهل عليا. هنا كانت عندي ديجا عجينه ديال السكر في هذا اللون هذا اللي كانت بقات لي من التورته اللي فاتت، فهي اللي خدمت ليها بعد ما ضفت لها البودره ديال السيمسي. كنقطعها هكذا على شكل مستطيل، يعني المستطيل على حسب القياس اللي بغيتو الدوره ديال التاج ديالكم. من بعد هنا راه ما غنستعمل لا ورق لا والو، كما كتشوفوا غناخد فقط هكذا واحد المسطره وغادي نجي نتراسي شويه واحد الخط اللي موازي لهذاك الخط الفوقاني ديال المستطيل، غير باش تما فين غادي يكون الراس ديال المثلثات ديالي فاش غادي نبغي نقطع. وهنايا كناخذ واحد السكين وكنجيو كنقطع مثلثات بالقياس اللي بغينا، فقط كنديروا عندنا ميزاننا وكنحاولوا ان المثلثات كاملين يكونوا قياس واحد. وصافي كنتحصلوا على هذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ واحد القمع على واحد لادوي اللي كنخرجوا بها لي ماكارون، يعني عندها الدوره صغيره اولا اي قطعه عندكم هكذا صغيره اللي تقدر دير ليا واحد الدوائر في التاج ديالي. يمكن لكم الا كنتو غديروا مثلا هكذا التاج البنيته ديروا قطعه على شكل قليب او نجيمه، فهنايا عندكم الاختيار كما يمكن لكم، ما ديروش كاع هاد المرحله هادي وتخليو التاج ديالكم غير بالشكل الاول. من بعد هنا خديت واحد لابواط اللي غادي يدور عليها التاج ديالي، يعني كتاخذوا شي حاجه اللي قد هذاك القياس ديال التاج، كنغلفتها بالورق ديال الطهي باش ما يلصقش عليها التاج. ومن بعد غادي نخليها عليه. هنا راه حضرته فقط ليلة قبل، غادي نخليها ليلة كاملة، في النهار الاخر راه التاج غادي يصبح قابط راسو مزيان. بالنسبة لهذيك البلاصة اللي كيتلقاو فيها فكنلصقوها بشوية ديال اللصاق اللي هو عبارة على البودرة ديال السيمسي، كنخلطوها مع شوية ديال الماء. دابا غادي ندوزو باش نحضروا لا غاناش دو كوفرتور اللي غادي نديروا بها ليساج ديال الحلوه. فهنايا غنوريكم الطريقه باش كنخدم، يعني انا هنا غادي ندير خليط بين الشوكولاته السوداء والشوكولاته بالحليب. هنا خديت 800 غرام ديال الشوكولاته السوداء، ها هي درتها وزنتها، غادي نقسمها على جوج، هي 200، يعني غادي نضفت عليها 200 غرام ديال الكريمه السائله. من بعد خديت الكميه اللي بغيت، وانا دائما الاناء ديالي عندي فوق الميزان، خديت الكميه ديال الشكلاط بالحليب، فهنايا خديت كذلك 800 غرام ديال الشوكولا بالحليب، والشوكولا بالحليب فكنقسمو على 2.5، يعني 800 قسمتها على 2.5 عطاتني 320 غرام. وغادي نجي وغادي ندير 320 غرام ديال الكريمه، وهنا غادي نقدر نصايب لاغاناش ديالتي اللي مخلطه بجوج ديال الانواع ديال الشوكولا. يمكن لكم تستعملوا مثلا الشوكولاته السوداء والشوكولاته البيضاء وديروا نفس الطريقه، فقط في الشوكولا البيضاء كنقسمو على 3.
من بعد انا كنخدم لا غاناش ديالي في الميكرووند، يعني كندخلها الميكرووند كندير لها دقيقه اولا جوج ديال الدقائق وكنخليها حتى كيدوب داك الشكلاط مزيان وكتسخن الكريمه مزيان، كنخليها واحد شويه واحد 3 ديال الدقائق هكاك هاديه، ومن بعد كناخد لا ماغيز وكنجي وكنبدا نخلطها بحركه دائريه، يعني الشكل ولا الطريقه العاديه ديال لا غاناش حتى كيتجانسوا ليا الكريمه والشكلاط، وكنحصلوا على واحد لاغاناش اللي لمساء اللي ملساء ولامعة. يمكن لكم ديروا العملية فوق حمام مائي. وبالنسبة للنوعية ديال الشكلاط اللي كنستعمل، فأي شكلاط خاص بالحلويات اللي كيكون في لي غيون ديال الشوكولا في لي غروند سورفاس راه صالح، يعني يا إما شكلاط ديال ليدل ديال كارفور ديال أوشون، أي شكلاط هكذا هو اللي كنخدم به، يعني ما كنخدمش بشكلاط ديال لي مارك اللي غاليين بزاف، كنخدم بهذاك الشكلاط صراحة كيجي لذيذ والثمن ديالو كيكون مناسب. وبالنسبة للكريمة السائلة اللي كنستعملو، فهي كريمة سائلة اللي كتكون كاملة يعني ماشي لاجخ، وكتكون فيها على الأقل 30% ديال الدهون، الكريمة الغير محلات. في المغرب كاينة بزاف الكريمة النباتية اللي كتكون محلات بحال هولالا، فيمكن لكم تخدموا بها. من بعد كنخلي لاكاناش ديالي هكذا غير في درجة حرارة المطبخ حتى كتولي على هذا الشكل هذا. وهنا غادي نجي مباشره نبدا المونتاج ديال الحلوه ديالي، وفي نفس الوقت نهضر لكم على شنو استعملت فيها. فاستعملت هنايا دي مولي كيك، يعني جوج ديال لي مولي كيك اللي طيبتهم في المول ديال 18 سنتيمتر والمول ديال 13 سنتيمتر. بالنسبه للمول ديال 18 فدرت فيه 6 ديال البيضات، وبالنسبه للمول ديال 13 فدرت فيه 3 ديال البيضات. استعملت هنا اون غاناش مونتي بالشوكولاته بالحليب، ودرت معها دي بيبي دو شوكولا كيف ما بغاو لي كليون. الوغ بالنسبه لاغاناش فغادي تلقاوها في الفيديو اللي فات نفس لاغاناش اللي استعملت، وغادي نخليها لكم في الفيديو ان شاء الله خاص غدا ان شاء الله، غادي ننزل لكم لا فيديو ديالها. وبالنسبة باش كنسقيو الحلوى، فأنا هنا سقيت بالحليب اللي منكه بالفانيليا، يمكن لكم تسقيو بالسيرو إلا بغيتو. كنديرو في المونتاج من الأحسن نمونتيو في المول اللي طيبناه فيه، هكذا الحلوى ديالنا كتجي ديجا واقفة مقادة من بعد. كنغلفوه بالبلاستيك الغذائي، كنستعمل الرولو الكبير ديال 45 سنتيمتر باش كيجيني ساهل في التغليف، وكنديرو لو بودان بلا غاناش اللي حضرنا من قبل، ومن بعد كنعمرو الداخل بلا غاناش مونتي، وكديرو على هذيك الساعه دي كيندر ولا لي فروي سي كاراميليزي ولا دي اللي بغيتو، يعني اي حاجه. هنايا لي كليون بغاو هكذا دي بيبيت دو شوكولا في الحلوات بجوج، فغادي يكونوا بجوجهم مخدومين بنفس الطريقه. بعد ما كنكمل لو مونتاج ديالي، كنغلف الحلوه ديالي بهاد الفيلم اللي بقى وكندخلها للثلاجه، كنخليوها حتى كتماسك، يعني واحد ساعه ونص ساعتين، شحال ما خدمتو بكري وخليتو الوقت قدامكم كيكون مزيان. الوغ الا كنتم متبعين لا فيديو غادي تشوفوا بلي درت 6 ديال الطبقات ديال المولي كيك في كل وحده، يعني كيما درت هذه غندير الاخرى، 6 ديال الطبقات ديال المولي كيك، 5 ديال الكريمه، يعني الحلوه عاليه بزاف، الارتفاع ديالها ديجا هكذا تقريبا 17 سنتيمتر.
هنا من بعد ما خليت الحلوه ديالي ارتاحت وتماسكت مزيان، فغادي نجي غنحيد هكا فقط داك البلاستيك من الجوانب اللي فوق اللي خارجين، غادي ندهن الاسفل لان هاد الجهه هادي غتكون هي لتحت ديال الحلوه، يعني كندهنها بلا غاناش. وغادي ندير السوبور ديالي وغادي ندير كذلك شويه ديال لاغاناش باش غادي ندير هاد لو ديسك هذا اللي غادي نديرو به في الاخر الغاناش صافي. ومن بعد غادي نقلبها، غادي نحاول نقادهم وغادي ندخلهم للثلاجة يتماسكوا على ما ندير نفس العملية بالنسبة للحلوة الأخرى. وبالنسبة لغاناش دو كوفرتور اللي حضرنا، إلى مثلا فاش بغيتو تصايبوا الحلوة كانت قفحت لكم وما تقدروش تخدموا بها فما عليكم، إلى عندكم الميكرووند فكديروها فقط 5 ديال الثواني كتخلطوها، يعني كديروها 5 بخمسة ما تفوتوش 5 لأنها بالزربة كترجع، أو لا كديروها في حمام مائي وكتخلطوها واحد شوية حتى كترجع تاخد القوام اللي بغيتو تخدموا به وكتخدموا بها. بالنسبة لهذا اللي صغير فهنا غادي يبان لكم الارتفاع ديال الحلوة راه عالية بزاف، كما قلت لكم فيها 17 سنتيمتر هكذا بلا لاغاناش وبلا العجينة ديال السكر. وصافي هنايا من بعد ما تماسكوا شويه فغادي نبدا بالحلوه الاولى، يعني كنبدا ندير ليها لاغاناش، كنبداو هكذا بالاعلى كنوضعوا لاغاناش وكندوزوا بلا سباتول. العمليه سهله جدا، يعني خاصكم فقط تعودوا عليها، تقدروا الا خدمتوا بلي ديسك اول مره وثاني مره تقولوا انهم صعابين في الخدمه وما تعرفوش تخدموا بهم، ولكن مره على مره صافي كنوليو كنحكموهم وكتولي تجي هاد العمليه تاع الكاناشاج فريمون شي حاجة اللي سهلة وكتصايب بسرعة. بالنسبة اللي كيسولوني على منين كنشري او منين شريت هاد لي ديسك هادو، فانا شريتهم من ان سيت فرونسي اللي سميتو اوتور دو غاتو، كيتباعو جوج بجوج، يعني كل طاي كيتباعو جوج بجوج، وهادو بالضبط اللي كاينين عندهم فكيجيو مع القياسات ديال المول لي مول اللي عندي ديال بيمو اللي كتكون فيهم في القياسات، يعني ماشي 13 سنتيمتر مقادة، يعني 12.9 وقيلة او لا في 15 كذلك، يعني عوض 16 كتكون 15 شي حاجة، المهم هادو راه دايرينهم على حسابهم. الوغ دائما كنقولها لكم كنخليو الحلوه ديالنا في الثلاجه واحد 5 ديال السوايع، انا كنصايبها دائما في الليل وكنخليها تبات حتى الصباح. عاد غنجي هنا غادي نحيد لها لو ديسك او لي ديسك ديالها، فكنبداو بلو ديسك اللي في الاسفل كنحيدوه، من بعد كنقلبوا الحلوه ديالنا وكنحيدو هذا اللي في الاعلى وكنجيو نعمرو عاود بلا غاناش اللي بقات لينا، كنعمرو هذوك الفراغات وكنحاولوا نقادو السطح، كنعاودو كذلك ندوزو شويه على جنبات، المهم فين ما بان لكم شي ديفو راه تقادوه كيتقاد بكل سهوله. غادي كندخلها شويه للثلاجه على الوقت اللي كنسرح فيه العجينه ديال السكر فكترجع تماسك بسرعه. وهنايا غادي نجيو دابا للتغليف ديالها، كما قلت لكم غادي نغلفها بواحد الطريقه اللي سهله بما انها عاليه، فهنا خديت جزء صغير ديال العجينه ديال السكر في اللون الابيض
وغادي نبدا نغلف الطبقه الثانيه. هو في الواقع غلفت الطبقه الاولى قبل من الثانيه، ولكن ملي جيت كنشوف في المونتاج لقيت ان واحد الجزء ما عنديش، ويعني العمليه ما غاديش تشوفوها كامله وواضحه هنايا في هذا الثاني، داكشي علاش سبقت لكم هو الاول. المهم هنا كنوضع فقط الجزء هكذا من الفوق، يعني كنسرحوا واحد الدائره اللي كتكون كبيره شويه على الحلوه، وكنوضعها كنقادها مزيان بالملاسه ديال العجينه السكر، وكنجي وكنقلب الحلوه ديالي. ردوا البال مزيان فاش تكونوا كتقلبوا الحلوه ديالكم باش ما تطيحش. هنايا خديت هذا المتر اللي عندي وجيت عبرت الدوره ديال الحلوه شحال فيها باش نعرف، وكذلك الارتفاع باش نعرف هذا الشريط هذا اللي غادي ندير بالعجينه ديال السكر شحال ندير فيه ابوبري. يعني جيت هنا وسرحته الطول اولا الارتفاع ديالو يعني كان تقريبا 17، يعني انا درت هكا 22 23 باش يشد ليا شويه وما يجيش داكشي اكزاكت اكزاكت، وكذلك في الطول فكنت مشيطه شويه. الغرض هو انه ما يكونش قل من هذاك الشيء اللي خاصني. وكنجيو كنسرحو هكذا شريط يكون مقاد، كنجي من بعد كنقطع ليه واحد الجزء، يعني غنقطع غير واحد الجهه باش تكون عندي هكذا مقاده الجهه اللي غادي تجيني في الفوق اولا في الاسفل ديال الحلوه. الجهه الاخرى كنخليوها ماشي مشكل، غادي نقاد كذلك الجنيبات اللي حتى هما ماشي مشكل، وكنجي كندهن الحلوه ديالي ولا كنرشها شويه بالنشا كنروليها في الدلاك على هذا الشكل. من بعد ما الحلوه ديالي دهنتها مزيان بالكريسكو فكنجي وكنبدا نلصق عليها العجينه ديال السكر بهذا الشكل. يعني الفوق يا اما كتجيبوه اكزاكت مع الحافه يا اما كتعليوه ومن بعد كتقدروا تنقصوها، المهم ما تهبطوش العجينه سكر لتحت. هذه طريقه سهله بزاف وعمليه، يمكن لكم تستعملوها حتى في الحلاوي القصار غتجيكم سهله وغادي تحصلوا على حواف حاده، ولكن انا كنعتمدها فقط في الحلاوي هكذا اللي عاليه. كنبقاو ملي كندورو العجينه السكر كندوروها بواحد اليد واليد الاخرى كنلصقوها بها، يعني كنديروها دوك هكا بحال حركات دائريه فوق منها باش كتلصق وما يبقاوش فيها الفقاعات. من بعد هنا غادي نجي غنقطع هذيك الملاقيه باش غنلاقيهم نيشان، غندير شويه ديال اللصاق وغادي نجي نلصقهم مع بعضياتهم. وغادي ناخذ الملاسه غنخدموا مزيان هذوك الجنيبات وخصوصا هذيك البلاصه اللي تلاقات فيها العجينه ديال السكر، يعني كنخدموها مزيان حتى ما كتبقاش باينه نهائيا. وغادي نجي من بعد غادي نحيد هذوك الزوائد اللي كاينين في الاسفل، كناخذوها كقطعه ديال البيتزا ولا قطعه خاصه بالعجينه السكر ولا سكين اللي كاين عندكم، وكنحيدو الزوائد ما كنحيدوهمش على الحافه باش نقدروا نخدموها مازال مزيان. يعني كناخذو من بعد غير هذيك الملاسه وكنبداو كننزلو العجينه ديال السكر كننزلوها وكنضغطو، وكما كتشوفوا كيوليو لنا هذوك الزوائد كيزيدوا يخرجوا وكيكونوا رقاق. فهنايا عاد غادي نجي وغادي نحيدهم بسكين اولا بلا سباتول لي سوب اللي كتقطع. غناخذ كذلك سكين غادي نحيد الزوائد اللي بقاو ليا من الفوق. هنا كنت خليت هذاك الورق اللي كيكون لاصق في لو ديسك ديال الكناش بقى لاصق هنا حتى كملت عاد حيدته وصافي. هنا من بعد ما حيدت هذوك الزوائد كما كتشوفوا هاد لاسباتول كتحيدهم لينا بسهوله، يعني غير كنهبطوها كيتحيدوا وفي نفس الوقت ما كيبقاوش، يعني كتحيد بشكل دائري على الحلوه ما كيبقاوش لينا متراسين هذوك البلايص ديال فين قطعنا. وصافي هنايا غادي نخلي الحلوه ديالي على جنب، يعني الا درتها هذه هي الاولى فانا هنايا كنت غلفت الحلوه الاخرى، ولكن غادي ندوزو نغلف سوبور ونوريكم كذلك شويه من تغلاف ديال الحلوه الاخرى. وهنايا باش غادي نغلف السوبور فغادي ناخذ شويه ديال العجينه ديال السكر في اللون الابيض اللي كنسرحوها بالاستعانه بالنشا، وغادي ناخذ السوبور ديالي من بعد اللي كندهنوه مزيان بالكريسكو وكنجيو كنحطو عليه العجينه ديال السكر كنزيدو كنسرحوها على حتى كتغطيه كله، وكناخذ دائما هذيك لاسباتول سوبل وكنحيد هذوك الزوائد ديال العجين السكر.
وبالنسبه للجناب ديال السيبور ما عرفتش الصراحه واش صورتهم من بعد ولا لا، فغادي ندير ليهم هذاك السكوتش دوبل فاس، سكوتش اللي كيتباع في اكسيون، وكندير عليهم غندير عليهم واحد الغيبون في اللون الازرق. وهنايا غادي نرجعوا للحلوه الاولى، غادي نديروا لها نفس العمليه، يعني غادي نحيدوا السيبور التحتاني في الاول. دائما كنديروا الورق ديال الطهي تحت من السيبور اللي كنكونوا لصقناه بالزبده ديال الكريسكو، ومن بعد غنقلبوا الحلوه ديالنا. فقط الحاجه اللي نوصيكم بها هو ردوا البال بزاف، يعني هنا في هذه الحلوه خصوصا راه قلبت الحلوه بزاف المرات، الحمد لله يعني كنت قابطه مزيان، لان كاين بزاف ديال لو ريسك ملي كنقلبوا الحلوه على الجهه الاخرى. فردوا البال مزيان ملي تكونوا هكذا كتقلبوا الحلوه ديالكم، خصوصا ملي كنغلفوا بالعجينه السكر فكيكون نشا، والنشا كيكون كيزلق لينا الحلوه، فردوا البال مزيان لا يخسر لكم كل شيء. بالنسبه لهذه الطبقه فاستعملت اللون الازرق في العجينه السكر، صراحه ما لقيتش هذا اللون كيتباع نهائيا، فخديت العجينه ديال السكر في اللون الابيض، وخديت ملون في بلو مارين، ملون جل، ولونت به، يعني كان تحتاج كميه مهمه ديال الملون باش حصلت على هذا اللون هذا. وغادي نخليكم تشوفوا لا فيديو، لان كل شيء شرحته لكم في الاولى، يعني كان غادي نتبع نفس الطريقه باش نغلف هذه.
هنا بعد ما كملتها فخديت الشوبور ديالي درت فيه لاغاناش باش نثبت عليه الحلوه، وغادي نجي وغادي نوضع فوقه تورته اللي باللون الازرق. وهنايا غادي نجي دابا غنحيد ليها هادوك الزوائد ديال النشا، وغادي نزيدو نقادوها هكذا فشي بلايص الى بانو لنا ما مقادينش. من بعد غادي نجيب المول اللي طيبت فيه الحلوة التانية، غادي نوضعوه هكذا في البلاصة اللي بغيت نحط فوق منها الاخرى، يعني هنا درته في الوسط وتراسيت البلاصة ديالو بواحد الكوردون. وغادي نجي غادي ندير هاد الدعامات اللي هما كنقولها لكم ديما، هادو اللي عندي فقط عبارة على دي باي ريجيد اللي كيكونوا غير يوتيليزابل، اللي قاصحين وكيشبهوا الدعامات اللي كنستعملوا في الكيك ديزاين، والثمن ديالهم رخاصين بزاف وشريتهم من جيفي. كندير الكميه اللي بانت لي غتهز ليا الثقل ديال الحلوه، وكنغرسهم حتى كيقيسوا لي السوبور، وكنجي كنقطعهم في الحد ديال التورته ديالي. غادي نغطيهم من بعد بلاغاناش، لاغاناش دو كوفرتور، غنغطي بها هذوك الحفر، وكذلك غادي تثبت ليا الحلوه الاخرى فوق هادي. وهنايا غادي ناخد الطبقه الثانيه وغادي نجي نوضعها غير بشويه، وغادي نبدا حتى هي نقاد ليها هذوك الجنيبات، نحيد منها لي تراس ديال يدي باش هزيتها، وغادي نجي غادي ندير ليها هذا الشكل هذا ديال الكابيتوني. فخديت هنا هذا البلاستيك اللي كيسهل بزاف العمليه بارابور هذوك لي مول اللي كنضغطوا عليهم، يعني هذا كيكون فريمون ساهل. وكنجي وكنبدا ندوز عليه شويه بهذيك الملاسه باش كيتراسي ليا في العجينه ديال السكر. والبلايص اللي شفتهم ما باينينش مزيان فكنجي وكنعاود نتراسي عليهم بمسطره ولا باي حاجه عندكم. من بعد كنجي للملتقيات اللي غادي ندير فيهم لقيق، وكندير حفر. وهنايا مشيت لبلاصه اخرى ورجعت للطبقه التحتانيه باش ندير فيها الاسم اللي غادي نطبعو، يعني هادوك اللي كنطبعو بهم الاسماء فكنحطو الحروف هكا كنضغطو عليهم وكيتتراصاو لينا في العجينه ديال التسكر، وكنصبغوهم من بعد. وكذلك خديت جزء ديال العجينه ديال السكر في اللون الازرق اللي سرحتها وقطعتها بهذه القطاعه،
ودرت فيها السن اللي كان يعني رقم 4، وغادي نجيو غنلصقو في الطبقة الفوقانية. داكشي علاش بدت نصايب الاسم، لانني بغيت ندير هادي تكون مباشرة فوق الاسم، يعني في نفس النيفو، وكذلك باش نعرف الثقوب اللي غادي تسدهم ليا، وما غاديش نقدر ندير فيهم لي بيرل، عاد رجعت هنا باش ندير لي بيرل. هنا بغيت نجرب معكم هاد البيستولي هذا اللي كيتباع، شفتو في المغرب بزاف، وكان في علي اكسبريس فخديتو. كنديروا لي ساق، كنديروا فيه لقيق، وهنايا كنبداو نورمالمون، يعني كنزيدو كل عقيقه كتلصق، يعني كيخرج عقيقه بعقيقه. فانا ملي كنت كندفع كانوا كيخرجوا لي 3 ولا 4، يعني وحده كتلصق في الحلوه وما تبقى كيطيح. وهنا صراحه ما كانش عندي الوقت، يقدر يكون راه مزيان مره اخرى ونعاود نجربه مزيان. فهنا جاني ان بلصق العقيق بيديا، كان ليا فريمون اسهل. قبل ما كنلصقوا العقيق اكيد كنديروا اللصاق. وهنايا خديت هاد المول ديال السيليكون اللي فيه بحال شكل ديال ديكورد، كيعطينا صغيورين، واختاريت وحده فيهم، يعني شكل بعد ما جربتهم صراحه كاملين، يعني هذا اللي عجبني. وكان نديرهم بنفس العجينه اللي كنت درت بها التاج، يعني نفس اللون، باش كيسهل عليا من بعد نصبغها باللون الذهبي. وغادي نجي غادي ندورهم على الحلوه الفوقانيه كلها، وغادي نجي غادي تشوفوا من بعد انني غندير واحد لونو بحال اون كورد اللي معقوده. وغادي ناخذ كذلك مول اخر ديال سيليكون اللي غادي ندير به هاد الشكيلات اللي كتشوفوا، يعني يمكن لكم تزينوا باللي بغيتوا. ففي التحت دابور درت هذيك لاكورد اللي درت في الفوق، حتى هي دورتها من التحت، وفوق منها درت هاد الشكيلات هادو هكا، دورتهم على التورته الزرقاء كلها. ودابا غادي نجيو للمرحله ديال الصباغه. فخديت هنايا ملون ذهبي اللي خلطته مع شويه ديال الروح ديال الحامض او النكهه ديال الحامض، وكيعطينا صباغه ذهبيه اللي غادي نجيو غادي نصبغ بها البلاصه اللي كتشوفوا رقم 4 من الداخل، الاسم كذلك، هذوك لي ديكوراسيون اللي زدنا كاملين. بالنسبه للتاج فنسيت ما قلتها لكم، هو ملي صبح صافي قبط راسو حيدت له هذاك الشيء اللي كنت داك اللي كنت موقفه عليه، فتما صبغته من الداخل ومن برا باللون الذهبي. صافي دابا وقيلا بقى عندي ما نقول لكم، فنخليكم تكملوا لا فيديو وتشوفوا كيفاش كيتبدل، يعني ملي كنبداو كنصبغوا كتثبت لينا الحلوه، ملي كنديروا هذاك اللون الذهبي كتولي فريمون شي حاجه اخرى، والشكل ديالها كيزيان.
صافي هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالي. من بعد غادي نوضع التاج، كنديروا ليه شويه ديال اللصاق في الاسفل باش كيبقى ثابت حتى هو في بلاصتو. من بعد ما وضعته فبان ليا بحال خاوي شويه، ودرت زدت ليه واحد لابوند يعني بالعجينه ديال السكر اللي خديتها من واحد المول ديال التاج. خديت له لابوند التحتانيه ديالو وزدتها عليه في الجوانب وصبغتها هكذا سوغ بلاص. وصافي هنايا كانت هذه هي العملية الأخيرة في الحلوة ديالي. فمن بعد ما كملتها بطبيعة الحال أمباليتها، ممسي الكرتونة اللي عندي عالية ولكن ما وصلش للارتفاع ديالها لأنها كانت عالية بزاف، فاضطريت ندير لها يعني درت الكرتونة وزدت لها السيلوفان اللي جمعته من الفوق. غادي نخلي لكم صورة ديالها كيفاش غلفتها. بالنسبة للكراتن ديال لومبالاج فكناخدهم دائما في لوسيت ديال كادكيك، كتما كيبانوا ليا هما ارخص وحدين. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه، انا عجبتني، قولوا لي انتم رايكم كي جاتكم. وكيف ما شفتوا فما بخلت عليكم حتى شي حاجه، تشاركت معكم فريمون كل شيء من قلبي بحال دائما. فكنتمنى حتى نتوما ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم باللايكات لا فيديو وكذلك البارتاج باش نحس ان المجهود ديالي تقدر. ونقول لكم تلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم مع تورته جديده. سلامه.